للضر. كلمة علاقت ما هي صغيرة، ولكن المعنى ديالها كبير والجرح ديالها عميق. بزاف ديال القصص وجعتنا بسبب هاد الكلمة اللعينة، وما حد ضرنا بنادم، ولكن قليل اللي كيتعلم الدرس. بلي بار ديال بنادم كيطيح في حفرة الغدر من غير ما يحس ومن غير ما ياخذ الحضر ديالو. خدمتي انا كتخليني كل نهار نتعرض لهاد الحالات هادو، او لهاد القصص اللي ما كتعد ما كتحصى. جرائم ديال السرقة، نصب، احتيال، اغتصاب، وكبيرهم الجرائم ديال القتل. القضية ديال اليوم عذبتني بزاف، كانت محيرة في تفاصيلها. فبلا تطوال في المقدمات، كالعادة ندخلو للمسكي، واللي ما كيعجبو شي نعطيوه المسلوق ونرويه له بلول الحكاية. السلام الخوت، كالعادة راكم عارفين القواعدات، كوان والكيد والظلام. ما تنسوا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعوة زينة مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء، اللي ديما كنحيوهم من هاد الكوان. تحياتي لكم الرجال. هذا ما كان على شرعنا، نبدأ. كنت مريح في البيرو، كانت تغدى انا وتامر. تامر انسبيكتور معايا. الغدا ديالنا ديما داير في حال ما هكا، كناخذو شي ساندويتش مع قوه الخدمه اللي ما كتسالاش، كتقصي داك الخير بالواقفيه. يلا بدينا كنقصيو داك النعمه، ويدخل عندنا البوليسي اللي كان حدا الباب، قرضف لينا هو يقول لنا سي سمير. سمير هو انا الخوت. هو عيط لتامر حتى هو، من بعد ما عيط ليا شفنا فيه قلنا له اش كاين. قال لنا راه وقعت واحد الجريمه، جريمه قتل. ما حسيتش براسي حتى جمعت الوقفه، زيد داك كاسكروت في يديا وانا نقول له كيفاش جريمه قتل، اعطيني المعطيات. انا غايقول لي راه واحد السيد عامل ديال النظافه غيتلاقى واحد الجثه في واحد البركاصه ديال واحد الدري، وراه هو اللي اتصل بينا وراه خصنا نتحركوا. شفت في تامر وقلت له يلا اخويا يلا يلا نشوفوا شكون هذا مسكين اللي تقتل ليله العيد. ليله العيد الخوت هادي غدا غيصبح العيد. جمعنا الدراري ومشينا للمكان اللي كانت فيه الجريمه. انفوا وصلنا لقينا الجوقه ديال بنادم، كان بنادم ملا المكان. نزلنا من الصطافيطات وبدينا كنخويو بنادم، تكحاز ليه ما تكحاز ليه، باش نشوفو شنو كاين. ملي وصلنا لعند القاتل لقينا واحد الشاب في عز شبابه، تكون عدو ديك 18-19 حتى 20 سنة ماكسيمو، مضروب بزاف ديال الطعانات في لوكور ديالو. تامر قال لي الله يا ربي الله مسكين، واش شي حسيفة هادي ولا شنو؟ تمال هذا اللي ضربو مالو، واش بغى يولي جزار ولا اش قال له راسو؟ انا غيجي عندنا واحد البوليسي وجايب معاه واحد السيد كان لابس واحد الكومبليزو. قالنا سي سمير هذا هو السيد اللي لقى الجتة. انا قلت له واخا صافي خليه معايا، سير عاون الدراري ديال مسرح الجريمة، شوفي الا خصاتهم شي حاجة. انا سلمت على داك السيد، قلت له السلام عليكم اسيدي، كي داير بخير؟ قال يا بخير الحمد لله. الشاف هاد السيد هذا كان كبير شوية في العمر، تكون بقات لي شي عام ولا عامين ماكسيمو على التقاعد. قلت له شنو سميتك الحاج؟ قال لي سميتي الغطفي. سمع الشاف انا راه والله ما عندي حتى علاقة بهاد الشي، انا هذا السيكتور ديالي هو اللي كان جي نقيه، عندكم تلصقوا لي شي تعمة. انا حاولت نديه ونرولاكسيه، قلت له اتكالما السي لطفي اتكالما، راه ما كاين اللي غيلصق لك شي حاجه، حنا راه غنسولوك غير حيت انت اللي لقيتي الجثه، وغنسولوك كشاهد. انا السيد بدا كيعاود لي
انا جيت باش نعمر هادشي اللي كاين في هاد البركاصه ونخويه في الشاريو. ملي حليت البركاصه طليت كيبان ليا شي حاجه ما هياش، شي حاجه دايره بحال بنادم. وملي دققت شعلت الفلاش ديال التليفون لقيت بنادم كيما شفتو نتوما. وراه والله القسم الى هادشي اللي كاين ما نكذبش عليك، الشاف ملي شفتو تلفات بيا القرده ما عرفت فين نرد بالراس. بديت كنجري حتى وقفت واحد السيد بطوموبيلته قلت له اش كاين. هو اللي صون عليكم اللي كنت كنجري كنت كنغوت ما حسيتش براسي شنو كنت كندير. هذاك الشيء علاش الناس سمعوا هذا الشيء ونزلوا. راه الناس اللي كتشوف كاملهم ساكنين في هذا السيكتور. ورا ملي رجعت لعند الجده ما خليت حتى شي حد يقيسها، غير هو حاجه وحده اللي درت، دبرت على واحد المانطا وغطيتو. الحرمه ديال الميت هنا مسكين مع بال ليا مخلوع. بغيت نكالميه قلت له شوف انت راه ما بيديك ولا برجليك والو، ترى غير واحد السيد لقى واحد الجده وهذا الشيء اللي كنديرو معاك راه طبيعي، راه عادي غنسولوك. دابا غير قول ليا واش بان لك شي حد هنايا ما هواش، بان لك شي حد كيتسكل، بان لك شي حد دايز، بان لك شي حد كيجري. وبني ورد عليا قال لي لا ما بان ليا حتى شي حد. زيد عليها هاد السيكتور ديما كيكون مكالمي، زيد عليها حتى الطوموبيلات راه ما كيخليوهمش هنايا، كيبلاصيوهم في البارك. يعني السيكتور كيبقى يبان لك كامل مكمول، كاين شي طوموبيله زعما يتخبى وراها شي حد ولا شي لعيبه بحال ما هكا. ولكن اللي كان تعجب له الشاف هو كيفاش هاد السيد غادي يتقتل هنايا وما غادي يغوت ما والو. وراك شتي شحال من ضربه مضروب بالموس، زعما كيفاش هاد الشيء ما غيغوت ما غيسمعوه الجيران. قلت له يقدر يكون تقتل في بلاصه اخرى وجابوه لحونه. هنا غادي نسمع واحد الصوت من ورايا لاغاني قال لي لا سعادة الضابط الدري هذا غيكون تقتل هنايا. وهاد الشيء استنتجتو غير من داك الشيء اللي شفت. لوكور ديالو عامر بالغازون، الغازون كان مخلط ليه مع حوايجو، يعني غيكون تقتل غا في هاد الجريده هادي. ضربت على خونا اللي دوا وضربت على الجريده اللي قال. من بعد رجعت لمولات الصوت اللي دوات الدكتوره آسيا، هاد السيده كان عارفها. قلت لها اش كديري هنايا؟ قالت لي راني ساكنه هنايا. قلت لها مزيان، قلتي لي بلي راه غيكون تقتل هنا هاد السيد ياك؟ قالت لي اه السي سامير غادي يكون السيد تقتل هنايا. وغير من الجروح اللي مجروح بزايد في لوكور ديالو غيكون مسكين كان كيقاوم قبل ما يتقتل. تلفت التامير قلت له تامير دي معك السيلوط في الكوميسارية باش ناخدو الاقوال ديالو رسميا. انا قال لي السيلوطفي علاش الكوميسارية علاش؟ قلت له شوف السيلوطفي هذا راه واحد الاجراء اللي روتيني وعادي، غنمشيو تما غير باش ناخذوا الاقوال ديالك كشاهد. سطر مزيان وسطر بالاحمر، سطر على هاد الكلمه كشاهد، غناخذوا الاقوال ديالك ايوا صافي وغنطلقوك تجي في حالاتك. قال لي الله يا ولدي الله انا راه ما كندخل كاع للكوميسارية، وقيلا دخلت ليها شي 3 مرات وكاملهم غير على حساب لاكارت. قلت له حتى دابا راه ما غادي يوقع والو غير يصير مع السيد. قلت لتامر تالله في راه مخلوع شويه مسكين. وعيط لي على داك السيد اللي وقفو، السيد اللي اتصل بينا، السيد مول الطوموبيل. انا تلفت عند اسيا دكتوره قلت لها دكتوره قلتي لي واحد النوطه، قلتي لي بلي غادي يكونوا قتلوه، غادي يكونوا قتلوه هنا، شنو بان لك واش زعما غيكونوا اكثر من شخص ياك؟ قلت لي على حساب ما كنعرف هاد الضرابي هذا ما يمكنش يكونوا ضرابي ديال واحد، هادو على الاقل غيكونوا زوج الناس اللي كانوا كيخرجوا فيه بالموس، وبين غيكون على الكريساج حيتاش ما عندو لا تليفون لا والو ياك. قلت لها راه ما لقينا معاه والو. قلت لها باش استنتجتي انت انه راه ما غاديش يكون غير واحد، غيكونوا زوج؟ قالت لي غير بسبب الضرابي اللي فيه، الضرابي عندو في الصدر وفي الظهر وشي وحدين في الرقبة، يعني غيكون شي حد كان كيضرب من اللور، شي حد كان كيضرب من القدام. المهم انا غي كنقولو صافي انا ما نعرفش اكثر منكم ولا احسن منكم.
انا تبسمت وقلت لها والله تي راه ضعتي في الطب، تي راه خصك تكوني بوليسيه ولا على الاقل تكوني مع الناس ديال مسرح الجريمه. انا قالت لي ايوا ومالك، راه بحالي بحالهم تقريبا، غير هما في مسرح الجريمه وانا في الطب الشرعي على الجده من كتديوا. لا راه عرفت بلي كنجيبوها ليك، غير هو التقارير ديالك كتكون واحد واحد لافونتاج فيها ديال معاينه شامله. قالت لي هو راه بسبب الجثث اللي كنشرح. صرا الخوت كنتلقى معها بزاف حيتاش ديما الضواصات نجيبهم من عندها، حيتاش ديما ملي كيكون شي تقرير ديال الطب الشرعي غالبا من عداد من كنجيبو، حيت هي مع من كنتعاملو بزاف. غير هي ما كانت كتحضر الجرائم، كتحضرش المسرح الجريمه يعني البلاصه فين وقعت الكارثه. داكشي علاش استغربت اليوم ملي شفتها، قلت لها شنو كديري هنا؟ صدق سيكتور هذا هنا فين ساكنه. المهم ساليت اللغه ديالي معها وقلت لها المهم تقرير الله يرحم ليك الوالدين راكي عارفه، راه النص ديال الحل كيكون في التقرير ديالك، ديري الله يحفظك داكشي اللي كديري كيف ديما، والتقرير يكون عندي في اقرب وقت. قلت لي صافي كون هاني، واش انا عمرني قصرت معاكم؟ صيفطوا لي الجثة في اقرب وقت لامورك، وراه خدمتي كنديرها كيف ما خصها الدار. يلا خليت لك الراحه نمشي نطلع نتكا. ملي تمات غاديه بديت كنشوف فيها، انا غادي يجي عندي تامر هو يضربني في كتفي، قال لي اش بان لك الشاف؟ شت عينيك بداو كيتبارقوا تبعوا الطبيبه. قلت له خلينا صاحبي من هاد الحماق. امضرا واش مازال انت انا ما ديتيش السيد اللي قلت لك ديه باش تسنطقوا؟ ولا عزيز عليك نزيدك الخدمه. يلا شوف ليا شكون هاد الدري هذا. عرفت باللي راه ما عنده والو، ما عندوش لاكارت، ما عنده حتى لعبه اللي كتثبت الهويه ديالو. شوف البلاغات ديال الناس اللي مختفيين، المهم دير خدمتك. انا غايقرضف ليا بالعاني زعما، ويقول لي يا ود الشاف ما قلتي التعيب. تامر كنت انا قراض عليه شويه، فايتو برتبه. المهم قبل ما يدي معاري جاب لي داك السيد اللي وقفو، داك السيد اللي لقى الجثه، هذاك اللي اتصل بينا جابو لي وقفو قدامي. كان قدي قدو تقريبا. قلت له انت اللي وقفك العامل ديال النظافه؟ قال لي الشاف. قلت له احكي لي شنو وقع. قال لي انا كنت صايق، واحد اللحظه بان لي واحد خونا كيشير ليا، كيشير بواحد الطريقه هيستيريه. ملي وقفت قلت له اش كاين؟ بان لي كينهج. قلت له غير تكالما الشريف اش كاين؟ هو يقول لي راه تلاقى شي جده في بركاصه مات بركاصه. قلت له ويلي. مشيت انا وياه نشوفوها، وفعلا تلاقيت بنادم ميت. ايوا زيد تليفوني وصونيت ليكم، وقلت لكم راه انا اتصلت بكم، ولكن ماشي انا اللي تلاقيتها، راه السيد اللي تلاقاه هو اللي وقفني وكذا وكذا، وراك عارفه الشاف. قلت له ما لاحظتي والو؟ ما لاحظتي شي حاجه غريبه؟ ما لاحظتي حتى شي حد هنايا في هذا الكوان؟ قال لي لا، الحاجه الوحيده اللي لاحظتي هي خونا اللي كان كيشير ليا. انا قلت له المهم خلي لينا التليفون ديالك وما تمشي فين، سير ديماري دابا، سير فين ما بغيتي، غير ما تخرجش من المدينه. انا بديت كنضرب على السيكتور زعما لا تكون شي كاميرا، ولكن والو. ديك الوقت كانوا هاد الشي ديال الكاميرات قلال بزاف، قليل فين كيديرها بنادم. حتى القاتل كان خاطر، كان باينه فيه باللي درس هاد المكان وعرف باللي راه ما فيهش الكاميرات كيدور. رجعنا للبوسطة الخوت وبدينا كناخذوا الاقوال ديال الشهود. الناس اغلبيه شافت الجثه من بعد العامل ديال النظافه، هو الوحيد اللي شافها الاول. ما باقي كلشي غير سمع الغوات وبدا كيهبط باش يشوف شنو كاين. زيد عليها البلاغات، بدينا كنقلبوا زعما لا يكون شي حد مبلغ على شي حد، ولكن والو. ما لقينا حتى لعبه. دازت يومين الخوت على الجريمه، وكل ما الوقت بدات كتبعد الخيط كيبدا يهرب ليك، حيتاش الجريمه ديما الوقت يعني الوقت كيكون مهم فيها، يعني خصك تقاتل باش تلقى شي حاجه في النهار الاول ولا في النهار الثاني. ان فوا يولي داكشي كيبعد
القاتل كيصعب عليك تشنقو مازال. دازت يومين هو يدخل علينا داك البوليسي اللي كيكون حدا الباب. انا غير كنشوفو دخل عليا ديك الدخله كنعرف بلي شي خبار ما هياش. قلت له اش كاين ياك لاباس؟ انا قال لي راه كاينه واحد السيده وواحد السيد راه كيبلغوا واحد البلاغ ديال الاختفاء، بلاغ ديال المتغيب، كيقولوا بلي راه ولدهم وراه سولناهم وفي كاع دوك المواصفات ديال داك الدري اللي لقيناه هادي يومين. خديت منه داك الدوسي قلت له واش فيه التصويره ديال الدري اللي كيقولوا كيقلبوا عليه ديال ولدهم؟ قال لي اي راه كاينه تما. ملي حليت الخوت داك الدوسي ضربت على التصويره وبان لي بلي داك الدري اللي عم تيقلبوا هو هذاك. قلت له فين هما دابا هاد الناس؟ قال لي هما برا. قلت له دخلهم هادي. ملي دخلهم كانت واحد المراه وراجلها، كانوا ناس كبار شويه في السن. المهم المراه تكون عندها ديك ما بين 45 حتى 50، اما الراجل كان فايت 60. ما عرفت حتى ما نقول ولا شنو نقول ولا كيفاش غنقول لهم الخبيره. انا قلت لهم ريحوا، امتى خرج ولدكم؟ قالوا لي راه خرج هادي يومين تقريبا. قلت لهم وعلاش ما بلغتوش؟ قالوا لي راه جينا باش نبلغهم اللي ما رجعش ديك الليله، ولكن قالوا لنا بلي راه ما يمكنش تبلغوا مادام ما دازت 48 ساعه على الاختفاء ديالو. قلت لهم هذا اجراء روتين. المهم ولدكم فين خرج ديك الساعات؟ ما قالش لكم فين كان غادي؟ لأنها قالت لي امو مسكينه راه ولدي كان خرج باش يشري واحد التليفون، كان خرج باش يشري واحد الايفون. قلت لها اها كيفاش غايشري؟ قالت لي راه كان شافو في شي موقع ديال هادشي اللي كيبيع ويشريو فيه. المهم صونا المولا وخرج دام معاه 5000 درهم، كان غايشري بديك 5000 درهم اللي جمعها في الصيف. قلت لها هي ومشات تلاقى معاه. قلت لي ما عرفتش، المهم من تما راه ما رجع شي مازال. انا الخوت اصعب لحظه كتكون عندي هي ملي كنبغي نبلغ شي حد بالوفاه ديال شي حد قريبه، ولكن ما عندي ما ندير. خدمتي هادي وخصني القلب يكون حجره. قلت لهم سمعوني نقول لكم الله يجازيكم بالخير، واش كتامنوا بالقضاء والقدر؟ ياك ممسكينه تخطف لها اللون في وجهها. هو يرد عليا با قال لي ونعم بالله كنامنوا بالقضاء سواء كان خير ولا شر. قلت لهم البركه في راسكم، ولدكم راه لقيناه مقتول. لم مسكينه في البلاصه طاحت، ولا قلت لكم باللي راه جابت الروح للارض، راه غنتما كتبت عليكم الروح زاقات ليها وهي ما بين الارض والسماء. بولا ما ندى امانتو مسكينه حيتاش كانت مريضه بالقلب، الصدمه كانت قويه عليها. اما البو فراه بدا كيبكي في البلاصه، طاح على مرتو بدا كينوض فيها. في الاول كنا كنحسبو بلي راه غير سخفات، حيت ماشي هادي هي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه اللي كنقول شي حد خبيره بحال هادي، وكاملهم كيرياجيو فحال ما هكا، كيطيحوا، كاين اللي كتبدا تركل، كاين اللي كتبدا تبكي، كاين اللي كطيح كتغيب. ولكن هاد المسكينه طاحت ما جابتش الروح للارض، في البلاصه سكت لها القلب. عيطنا لومبيلونس الزاتها وتبعها راجلها، وتبعناها حتى حنايا فعلا اكدوا لينا بلي راها مات. ما نكذبش عليكم الخوت، كنت كنحس بالذنب، كنقول راه واقيلا انا هو السبب. في نفس الوقت كيضربني ميساج من الغلوغي الله يهديك كريطاش من السبب، راه السيده راه صافي اجلها تحد والعمر راه بيد الله وانت راه كدير غير خدمتك. كنشوف حتى كنعيا وكيصبرني هذا الميساج اللي كيضربني بيه ديما الغلوغي مره مره، وكنقول الحمد لله ما عندي ما ندير، هذا الشيء اللي عطى الله.
خدمتي صعيبة بزاف، ولكن أنا حقدت الخوت، حقدت على هذا اللي قتل الشاب مسكين وتبع لي التهمه. هو ما قتلش مو ولكن بسببه مات. المهم خليتهم في السبيطار وخليت ذاك الأب مسكين، ما بغيتش نجيبه ولا نورك عليه، خليته حتى يجي حتى تدوز دفينة دمرته ونعيط له ديك الساعة. وفعلا من بعد 3 أيام عيط له، جاء دي هو في واحد الحالة شنقول لكم يرسلها حالة ما تبغيهاش لهدوك. جاء دي مسكين وعينيه دابلين وبزز باش كيوقف. قلت له الحاج البركة في راسك، لا من جيت ولدك لا من جيت مرتك. هز فيه عيني هو يقول لي ما مشى معك باس يا ولدي، ما مشى معك باس، الكية ولات كيتين ولكن الحمد لله. قلت له شوف قسما برب الكعبة تنجيب هذا اللي قتل لك ولدك، وعرفتي اش غندير ليه، غنهبط على والدي في المحضر ونطالب باقصى العقوبات. قال لي عافاك ولدي لما شدوه. قلت له شوف ولدك كيفاش دار حتى تواصل مع هاد الناس هادو اللي مشى بغى يشري عندهم التليفون؟ قال لي ما عرفتش يا ولدي، وقيله من البيسي. قلت له البيسي كاين في الدار ياك؟ قال لي اه. قلت له عافاك غنمشي معاك نجيبو ولا تجيبو لينا؟ قال لي صافي اللي بغيتي، بغيتي نجيبو ليك نجيبو ليك، بغيتي تمشي معايا يلا. قلت له بلا ما نعذبك تعاود تمشي وترجع، انا غنمشي معاك وغنجيبو. وفعلا داك الشي اللي كان على الخوت، مشيت ولكن تلاقينا مشكل في البيسي فيه الكود. واخا هكاك جبدنا وعرضنا على الناس اللي مكلفين بهذا الشي الالكترونيك، الناس اللي معانا نيت، حلوا الكود ودخلنا لداك السيت ولقينا الكونفرساسيون بينو وبين السيد اللي بغى يشري عدو داك الايفون. خونا اللي باعليه او اللي كان دار معاه، المشكلة هو انه كان داخل بفوق كونت، يعني واحد الكونت اللي نورمال ما فيه شي معلومات شخصية ديالو، ولكن احنا حاولنا اننا نصيفطو له باللي راه زعما باغي نتقطعو عدو شي حاجة. هو فعلا كان داير هذا الكونت هذا، دايرو كيبيع فيه ويشري، حيت لقينا دي زانونس محطوطين بهذا الكونت هذا في داك السيت. بدينا كنصيفطو ليه ولكن والو ما كيجاوبناش. خونا كنصيفطو ليه والو شي 3 ايام وحنا على هذا الحال، وفي النهار الرابع غادي يجاوبنا. درنا معاه اننا بغينا نشريو عدو واحد التليفون، وفعلا المصيده شدات. خونا دار معانا، مشينا صيفطنا ليه السيده زعما اللي غادي تقطعت داك التليفون، الدريه معانا بوليسيه، درنا هي اللي غادي تقطعت داك التليفون. مشات انفو تلاقات معاه، قرقبنا عليه جبناه. ملي جبناه الخوت بدينا كنستنطقو فيه، انت اللي كنتي غادي تبيع واحد التليفون لواحد الدري؟ قال لينا ايه انا اللي كنت غنبيعو ليه. قلنا له وفين درتي معاه ومعايش درتي معاه؟ قال لينا هادشي بالضبط كان ليلة العيد، كان عندنا واحد الايفون وبغينا نبيعوه ليه. قلت ليه شكون نتوما؟ قال لي انا والدري صاحبي كنديرو هادشي ديال لي كوميرس. قلت له فين هو الدري صاحبك؟ عطانا نمرتو. المهم جبناه حتى هو، كل واحد كنا كنستجوبوه بوحدو. هذا كملت مع الاستنطاق، قلت له الدري اللي درتي باش تبيع ليه الايفون معايش درتي معاه؟ قال لي ماشي انا اللي درت معاه الوقت، هو اللي دار معايا الوقت. قلت له ايه معاياش معاياش؟ قال لي دار معايا مع جوايه ديك 7:30 8 هكاك. وقلت له فين؟ قال لي راه في الكوان الفلاني، وبدا كيلوكاليزي ليا المكان واللي كان هو نيت داك الشارع فين تلاقينا داك الدري مقتول الله يرحمه. المهم خونا ملي كنهضر معاه كيهضر بكل تلقائيه، ولكن ما غادي تصدم تا غنقول له بلي راه داك الدري اللي درتي معاه راه لقيناه مقتول ومرمي تما في واحد البركاصه. خونا بدا وجهو كيضرب باللوان ويقول لنا اه
والله ما أنا اللي قتلته. وبدأ كيبكي. قلت له شوف عارفك ماشي انت اللي قاتل، غير قول لي واش التليفون بعدا بعتيه لي ياك. قال لي لا راه ما بعتوش لي مازال، حيتاش ما تفاهمناش على الثمن. صافي كل واحد ديماره في حالاته. المشكله الخوت هو انه ما كاينش شي دليل كيدين هاد السيد هذا. حتى صاحبه كان كيقول نفس الكلام. صاحبه حتى هو ملي استنطقنا قال لنا بلي راه انا داير التجاره الالكترونيه مع الدري صاحبي، وراه كنترزقوا فيها على الله. وداك الدري اللي بغى يشري عندنا داك الايفون راه هو اللي دار معنا ديك الوقت، حيت ديك الوقت هو فاش كيكون مساري. المهم الخوت تلفات لينا القرده وطلقنا الدراري، ما عندنا ما نديرو. التقرير ديال الطب الشرعي جا من عند اسيا، واللي كيأكد باللي فعلا هاد الجثه اولا هاد الدري اللي تقتل مسكين مضروب بزوج ديال الماس، موس كان كيضرب فيه من اللور وموس كان كيضرب فيه من القدام، يعني زوج ديال الناس اللي كانوا كيخرجوا فيه. هاد القضيه كانت كتبان سهله في الاول، خصوصا فاش لقينا الكونفرساسيون في بي سي ديالو مع هاد اللي كانوا غيبيعوا ليه الايفون، ولكن ما عندهم حتى علاقه بهاد المود ديالو. وقد ما الايام بدات كدوز القضيه غدا وكتعقد. قضيه الا ما حليتيهاش في ايامها الاولى عرف باللي راه غادي تمرتك، وهذا الشيء اللي كان. بدينا كنقلبوا ولكن والو ما كايناش شي بيست اللي غتوصلنا لشي حاجه. رجعنا عاوتاني للسيكتور فين وقعت فيه الجريمه، وبدينا كنسولوا تما الجيران لعل وعسى شي حد تبان له شي حاجه، شي حد يكون ناسي شي حاجه ما قالهاش لينا. واحد المره قالت لنا واحد النوطه، قالت لنا باللي راه قبل ما تسمع الغوات ديال خونا اللي كان لقى الجثه سمعت شي حد كيقول هربا حسان، ما شي حاجه بحال هكا. ما كان المعطى صغير ولا كيف ما بغى يكون ما تحقروش. هذا هو الخيط اللي غادي يوصلنا للقاتل. هاد حسن هذا واحد من دوك زوج دراري اللي كنا حققنا معاهم، دوك زوج دراري اللي كانوا غيبيعوا له الايفون. قلنا لهذيك المراه واش متاكده هادشي اللي سمعتي؟ قالت لي راه سمعت انا شي حد كيقول هربا حسن ولكن ما طليتش. هنا الخوت مشينا جبناهم تاني. انا عندي واحد السيستيم كنطبقو فعلا صراحة ما عمرو خلاني يوم بان. كندخل بنادم كأنه هو الفاعل، واخا ما عنديش شي دليل ضده كندخلو ديك الدخلة ديال علاش درتي او لا علاش قتلتي او لا علاش فعلتي او لا علاش تركتي. وهادشي اللي غنطبق مع الدري التاني ماشي حسن، داك صاحبو. جلستو في واحد الكرسي وانا نبدا ندور عليه. الدري اللي جبتو ما شراش عندكم الايفون، وديتو ليه الفلوس وملي بغى يقاوم قتلتوه. علاش؟ بدا كيقول لي الله يهديك الشفا اش هادشي كتقول. قلت له الله يهديني امين. والله دابا قول لي انت علاش قتلتي؟ قال لي اش هاد الهضره كتقول الشاف؟ حنا راه بياعه وشرايه ماشي قتاله. قلت له شوف ديك الهضره كلها، راه عندي الدليل ضدك، شافوك الناس وانت كتقول الحسن يلا علق حسن من بعد ما ضربته. سبحان الله انا كنت غا بغيت نلعب مع هاد اللعبه لعل وعسى. زعما صدق خونا بروال، خونا بدا كيتقيا ليا وكيتكرع ليا الشيء اللي كاين واللي ما كاين. اين فوا سمع باللي راه شافوك الناس وكذا وكذا وبدا كيبكي. عرفتو ملي كيبكي بنادم انا كتفرح، كتعرف باللي صافي راه غادي يقر. وسبحان الله العظيم راه ما كان عندي حتى شي دليل ضد هاد الناس هادو، ولكن الروح عزيزه عبد الله. خونا بدا كيبكي وهو يقول لي انا نعاود لك كل شيء الشاف. قلت له واخا انا كنسمعك، ياك ما نجيب لك شي كارو. قال لي لا ما كنتكيفش. قلت له يلا هضر انا كنسمعك. قال لي داك الدري اللي قتلناه. قلت له عاود شنو قلتي؟ قال لي داك الدري اللي قتلناه. قلت له واخا كمل. قال لي هذاك راه ماشي كليان، هذاك راه صاحبي، انا ما بغيتش ينقاطعو خليته كيهضر. خونا كمل كلامه ويقول لي هذاك الدري ديما متفوق عليا في بزاف ديال الحوايج، حتى في الدريه اللي بغيت طار بها هو.
من صغري وانا كنعرفو، في اي حاجه كنبغي نحط فيها يدي كنلقى صبعو تما، القرايه كان ديما كيجي فيها هو الاول من صغري وانا حاقد عليه. ايوا هادشي اللي كاين الشاف وقع لي وقع ديك الليله. قلت له لا ما تقولش لي انا وقع لي وقع ديك الليله، قول لي كيفاش وقع لي وقع ديك الليله. قال لي والو، درنا واحد لانونس باللي راه غنبيعو ايفون، وحنا راه فعلا كنديرو لي كوميرس، درنا باللي راه غنبيعو واحد الايفون حيت انا كنت عارفو كيقلب على ايفون. درنا معاه جال تما حيدنا ليه الفلوس، وانا نزجنوية وانا نغيزها فيه، باللي غيزها فيه كان كيقاوم، شدني وشد الجنوية. الدري صاحبي اللي كان معايا كان تا هو هز وحدة اخرى، هو يرشقها فيه في العنق وبدا كيضرب في الظهر، ولكن ما بغاش يطلق مني. الشي اللي خلى الدري تنقول لي تضرب الزمرة ما بغاش يطلق، كان شدني واحد الشدة خايبة، شدني من جهة الحجر. المهم بدا كيضرب فيه، وانا عرفتي راه عطبني قصحني بزاف، ينفوا طلقني وبديت كنخرج في يد انا من جهه الكرش ومن جهه الصدر، وهذا الشيء اللي كاين الشهر. الدري صاحبو ملي مشينا نستنطقو قال لك باللي راه هو مالي لا جمل لا ناقة في هذا الشيء، قال لك باللي راه غير بغى يعاون صاحبو، بغى يعاون صاحبو في القتيله. قدمنا الخوت هاد الناس هادو، هاد الدراري الا شتيهم والله تيبقاو فيك، هما داروا الذنب ويستاهلوا العقوبه، ولكن طيش ديال تبرعيش، طيش ديال انسان اللي كيكون ما ناضش، والحقد اللي كبر معاه ولدو هاد الجريمه الشنيعه، ورزاو هذاك الدري في حياته ورزاو والديه فيه ورزاو تراصهم، حيتاش القاضي غيضربهم بثلاثين عام الواحد. فالله يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، والله يدينا في الضم. تران ديال هاد القصة الخوت كانت هادي هي التيرمينيس ديالو، قصة العبرة الخوت كتر ما هي قصة تشد بها المانود الناس. ما تيقوش، المهم دون نقولوا هاد الجريمات دارت بفعل الحسد، ولكن ما فيها باس طرد البال العزيز من هذاك بنادم اللي ما كتعرفوش وكتكون فيرمي معاه انك باغي تقدى منه شي حاجه، كتبغي تلاقاو في شي كوان، ديما تلاقاو في بلاصه اللي تكون بيبليك وبنهار و شنقول لك. المهم راه نتوما حرار الخوت وكتفهموها بالغمزه، باراكم تما، الله يحفظنا من شر الخلق وصاف. تران تران وصل التيرمينيز ديالو، فتصبحوا على خير، صباح الخير، بونجورني على حساب الوقت والمكان، وهذا مكان تالله.